العراق بما مر به خلينا نقول بالثلاثين سنة الماضية من حروب من مشاكل سياسية خلته ينعزل عن محيطه الجغرافي وعن محيطه العالمي، وبالتالي هذا الانعزال سبب له مشاكل بعدة صعد ومن ضمنها صعيد الخيل. فبدأت تتناقص أعدادها، بدأت تسرق من داخل العراق وتهرب إلى خارج العراق، وأقصد الخيول ذات الجودة العالية للحاجة المالية، بعض القبائل باعت وللحاجة المالية ولصعوبة الحفاظ عليها من ناحية ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية، أيضا بعض القبائل تركت هذا الأمر. صح. فبدأت تتناقص حروب، يعني جوع، حصار، حرب أهلية وراها، وإلى ما معروف بهذا الموضوع.